احنا اليوم في احداث يمكن نوجه تحية مرة أخرى إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن ورجال الأمن حقيقة في وزارة الداخلية أن أحبطوا عملية إرهابية. اليوم المملكة العربية السعودية صار فيها كذا حدث. شيخ لا تحرمنا من دعائك أو من كلمة توجهها للمشاهدين توعوية. والله يا الغالي أخوي محمد أنا حزين ولكن بنفس الوقت متفائل بإذن الله، متفائل باللي أنا قاعد أشوفه، أشوفه من الشباب الكويتي المتحمس. يعني أنا اليوم قبل أيك يمكن جاني فوق 15 اتصال نبي منك دعاء في مسجد الدولة الكبير اليوم عن هذا الموضوع. إن شاء الله. أنا كنت في الدوحة اليوم، وصلت أمس طبعا كنت في الصلاة وصلني الخبر رسالة في الكويت. شبابنا في الداخلية من وزير الداخلية الله يحفظه وشبابه ورجاله اللي احنا كل مسجد نروح نشوفهم، كل مكان نشوفهم لحماية بلدهم وطنهم مما حصل اليوم في المدينة المنورة، هذا كله لا يعنى بالإسلام ولا يعترف به الإسلام ولا هو قريب لا من بعيد ولا من قريب إلى الإسلام. فأنا أقول إلى كل أحبابنا، أوجه رسالة إلى أولياء الأمور، إلى الناس، إلى كل مسلم على وجه الأرض، اليوم بلاد الإسلام تمر بكرب ولا أحد ينكر هذا الشيء. صحيح. لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا حل واضح، هي كلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، الذين يريدون الضرر في الإسلام والمسلمين، قال فزادهم إيمانا، هذا هو التفاؤل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شنو صار بعد هذه الكلمة؟ فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. سبحان شوف الله. بكلمة، لما الإنسان اليوم بدل لا يكتب، بدل لا يضحك، بدل لا ينشر، بدل خل ينشر ويحط، أنا أقول حطوا هاشتاج الآن، كلنا نعمل على هذا الهاشتاج، أن نوصل كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، ونحط بلاد الإسلام والمسلمين وبين قوسين بلدنا الكويت. رسالة لأولياء الأمور: اعرف ولدك وين قاعد يروح، اعرف ولدك شنو قاعد يسوي، افتحوا باب الحوار. لا تقول ولدي راح المسجد وانتهى، لا، قول ولدي راح المسجد واجلس معه شنو تعلمت في المسجد. هذا اللي احنا نبيه، لا نترك أولادنا. البيت اللي فيه أولياء أمور يجلسون مع عيالهم ويحاورون عيالهم ويسمعون من عيالهم، صدقني لا يمكن يخرج منا أمثال هؤلاء. هؤلاء لا يمثلون الإسلام ولا الأدب ولا الخلق ولا الاحترام، ولا يمتون بصلة إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نتبرأ من هؤلاء، وأقول ما حصل اليوم في المسجد النبوي، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أقول تفعل هذا الفعل وأنت بقرب النبي عليه الصلاة والسلام، بقرب قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المكان الذي انتشر فيه نور الإسلام ونور القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي أنت وأمثالك تدنس هذه الأرض وتدنس هذه الرسالة العطرة. نعم. الله عز وجل يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن: ولو كنت فظا، بس فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اليوم أنت تعمل هذا العمل وتشوه صورة الإسلام، هذا إسلام؟ هذا دين؟ هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه دعوة؟ إيش نقول اليوم؟ إحنا لما أسافر اليوم وأتعب لنشر صورة الإسلام الجميلة، يجيني واحد يقول لي: شوف أنت اللي قاعد يصير عندكم، شوف هذا الإسلام يعتقدون بعض الناس. ونساعد الغرب ونساعد ممن يحارب الإسلام، أن نشوف من المسلمين للأسف أنه يعتقد أنه مسلم، والله لا يمت إلى الإسلام بشيء. فأقول يا أحبابنا في هذا الوقت التكاتف، الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا. القرب، التواصل، الاعتصام، طرح الأفكار، شلون احنا نقضي على هذه الأفكار، المساجد، المدارس، البيوت، شلون نجلس مع بعض، نختار كل النماذج من كل المجالات، أمثالك أخوي محمد ومن الإعلام ومن التربية ومن أئمة المساجد ومن الدولة، نجلس مع بعض نضع أفكار كيف نقضي على هذا الفكر الفاشل، الفكر الذي اللي قاعد يطلع للأسف صورة الإسلام بصورة غير حقيقية. ولكن أنا متفائل، الحمد لله، بإذن الله أنا متفائل. فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء، بكلمة واحدة: حسبنا الله ونعم الوكيل.